السيسي يوجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. استعدادات مكثفة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد. ورئيس الوزراء يوجه ببدء حملة عالمية للترويج للاستثمار في مصر. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. أهلا بحضراتكم في موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إكسترا نيوز. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 80 مليون من صندوق تحيا مصر. وخلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أكد رئيس الجمهورية حرص الدولة على تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المتفوقين تكريسا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد. ووجه السيسي الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لهم، كما وجه بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة ومجالات تفوقهم وأهم احتياجاتهم من الدولة. وقد كرم رئيس السيسي عددا من المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للمدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، وهاجر طارق مدربة منتخب مصر للسباحة، ولعبة مريم طارق بطلة العالم في السباحة. كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الأولى للبطل المرحوم مازن مصطفى كمال بطل العالم في تنس الطاولة، كما كرم الرئيس العديد من الأبطال في الألعاب الرياضية المختلفة. اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد بكافة محافظات الجمهورية. يأتي ذلك في الوقت الذي أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط دور العبادة والمنشآت الحيوية. وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ضرورة قيام القادة على كافة المستويات بالتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لتأمين الاحتفالات والتصدي لكافة التهديدات والتصرف في المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة. اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 4 الذي شارك في تنفيذه عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والتي جرت فعالياته بالأردن خلال الأيام الماضية. حضر المرحلة النهائية للتدريب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية ومساعد رئيس هيئة الأركان الأردنية للعمليات والتدريب وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة للترويج للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية، حيث ناقش اللقاء العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر. كما وجه مدبولي وزيرة الاستثمار بعرض تقرير عاجل عن المشكلات التي تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، حيث يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات. أصدرت وزيرة الاستثمار سحر نصر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. وأوضحت سحر نصر أن التعديلات جاءت استكمالا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، وذلك من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر ولدعم النمو الاقتصادي. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة الموجزة من الأخبار، لكن بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.